أمر مرهق ومتعب بس ممتع. الخلاصة صارت الموضوع عندي نوع من التحدي، وأنا بطبيعتي بحب الطبيعة، شوها تشوف الجملة ما أليقها. يعني بقول لك شو قصتي. هذا يا سيدي قبل بجوز أكثر من سنتين وشوية، بعثنا صورة لأبو عمر، قلنا له يا أبو عمر هالفطر هذا، مش هذا فطر ثاني، يؤكل ولا ما يؤكل؟ قالوا كل يا أبو أحمد ولا يكون لك فكر. بعثنا نفس الصورة لأبو سليمان، قلنا له يا أبو سليمان شو؟ قالوا وعتوك هذا سام. قلت هي مطول السلافة، الفطر حولي بالمئات بالآلاف الأنواع، وأنا مش عارف، وقاعد ببعث لأصحابي والناس اللي بعتقد أنهم شاطرين بالفطر، وبقول لك بصير في يعني خربطة. بلشت قلنا طق 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 على الكمبيوتر، ما هو متوفر، يطلع لي الموقع الفلاني والموقع الفلاني، اقرأ اقرأ شوي شلون تميز السام مش السام. ضعت وارتبكت، قلت برضو السلافة مش كويسة، بدك تأخذها وحدي وحدي من الأساسيات. رحت رجعت على الأساسيات، طبعا مواقع إنجليزية الصحيح، لأنه العربية مواقع العربية ما فشت غلي، أكذب عليك ما فشت غلي، ما تعطيك التفاصيل وشلون تبلش واحد اثنين ثلاث وشلون تمسك كل شغلة من أساسها لشو اسمه. المهم يا حفيظ العمر والسلامة بلشنا، صرت أول بول امسكت أصلا شو هو الفطر، شو وين بطلع، شو مش عارف شو. طلع عندنا السلافة كبيرة جدا، عائلات وبالآلاف ومتنوع، وكل عيلة فيه لها شبيه. يعني هذا مع أنه هذا فطر بسموه شاقي، هذا 4% من الناس بصير عندهم شوية بالمعدة، بس الباقي أموره كويسة ولذيذ. مثلا هاي المعلومات إذا أنت ما قريت عنها شلون بدك تعرفها؟ إذا ما بحثت عنها شلون بدك تعرفها؟ إذا ما درست دراسة موسعة شلون بدك تعرفها؟ المهم شو الموضوع. بلشت أول بأول، الصحيح الأمر مرهق ومتعب بس ممتع، لأنه علم، العلم دائما مرهق ومتعب بس ممتع، لأنه العلم بعطيك منهج لمعرفة الأشياء، بعطيك أسرار لمعرفة الأشياء. العلم والبحث بعطيك القدرة على أنك تتنور، أنك تعرف اللي حواليك، تعرف شو اللي موجود حواليك. يا أخوان اللي قاعد هون، قاعد هاي اللي أنا فيها، فيها فطر من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، وفي هناك وفي نباتات وفي مش عارف شو، في أشجار كله. إذا ما قريت عنهن وبحثت عنهن شلون بدك تعرفهن وتعرف كل واحد شو خصائصه؟ المهم الخلاصة صارت الموضوع عندي نوع من التحدي، وأنا بطبيعتي بحب الطبيعة، شوها تشوف الجملة ما أليقها، وأنا بطبيعتي بحب الطبيعة، بدي أظن أعيدها هاي مليون مرة، لأنه فعلا أنا بطبيعتي بحب الطبيعة، واللي بحب الطبيعة بده يبحث عنها، بده يدور عليها، بده يقعد معها، بده يمشي معها، بده يتسلح، بده يحكي معها، بده يخاطبها، بده يغازلها، بده يرتاح لها وترتاح له، مشان تصير العلاقة كويسة. ما زبط. المهم صار لي يا أخوان أكثر من سنتين وشوية، إذا بتتذكروا بأول فيديو طلعته عن الفطر، أو في فيديو يعني طلعته عن الفطر ومدته كأنه 10 دقائق أو إشي، ما كنت أعرف أي نوع فطر موجود على الصفحة، موجود، ما كنت أعرف أي نوع فطر، كنت أورجيها للناس بس شوف المنظر، كنت أقول وعيد وأكرر بهذاك الفيديو أنا بورجيك شوف المنظر، سام مش سام ما بعرف، هيك كنت أقول بالفيديو قبل سنتين وشوية. وقلت بنفس الفيديو، قلت يا أخوان ترى أنا صحيح بعرف ما بعرف، بس إذا بحط الشغلة براسي يعني بجيب آخريتها، هيك قلت في الفيديو، قلت مش آخريتها لأن الموضوع معقد، بس يعني بمشي فيها. الحمد لله. فأنت مش على موضوع هذا الفطر يعني والطبيعة والمش عارف شو، قيسوا على أي موضوع ثاني عندك، أي موضوع عندك، أنت طالب الجامعة،
لا تهاب من الموضوع او التخصص اللي انت ماخذه، حط عقلك فيه بتنجح باذن الله وبتبدع. انت الميكانيك اللي بالسيارات، العامل، الطباخ، مش عارف شو، اي واحد في اي مجال، سواء كان مجالك او مش مجالك، هوايه، اذا بتحط عقلك وراسك فيها وبتعطي الجهد والتعب، اللي هذا الجهد والتعب راح يصير متعه بعدين. يا زلمة أنا بسألك عن خبرة، ما بكذبش عليك، أنا بدي مصلحتك. بس جهد والتعب خاصة في الدراسة يعني والمعرفة يتقلب أو يتحول إلى متعة، وبتصير الجوائز تيجيك، بتصير تشوف الشغلة بتعرف شو هي، لأنك عارف شو هي، دارسها وخابزها وعاجنها زي ما بقولوا. المهم نتمنى لكم التوفيق والصحة والعافية. هاي قصتي، للي بيسأل بقول شو قصتك، هاي قصتي وبس، قصتي قصة حمدة، مش قصة حمدة، إنسان بسيط حط برأسه شغلة وقري عنها وصار يبحث عنها وبذل جهد، ابذل جهد وحط رأسك بسلافة واعمل، مش شرط بالسلافة هاي، باي سلافة ثانية وبس وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وراي مشوار طويل، وراي مشوار طويل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.